وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ما الذي يجعل الهيئة تعيد دعوتها إلى مجلس التعاون من أجل حل الأزمة بينهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هي واجب شرعي وواجب أخلاقي. ثانيا، واجب الوقت اليوم يحتم علينا أن نتحدث في هذه الأزمات التي لم تعد خاصة ومقتصرة على بلد معين أو إقليم معين، وإنما بدأت هذه الأزمة وهذه الأزمات المتتالية هي تعم المنطقة جميعا. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأن ما يحدث في العراق لا ينفصل عن الأزمات التي تحدث في المنطقة عموما تأثيرا وتأثرا. لذا كان واجبا علينا أن نقدم هذه النصيحة، وهي ليست المرة الأولى وإنما في مرات سابقة قد ذكرناها مثل هذا الأمر وأشرنا له، ونحاول جاهدين تقريب وجهات النظر والنصح، ونسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها بعد أن تفوق من هذه الفتنة وتنتصر عليها. الأزمة تتخللها الكثير من التعقيدات. في ضوء هذه التعقيدات، هل تعتقد هيئة علماء المسلمين أن الفرصة ما زال سانحة لإنهائها؟ شك، يعني لأنهم لا يزال هنالك متسع من الوقت ومساحة من الأوراق للخطاب أو التخاطب فيما بين الدول والتعالي على هذه الخلافات التي تحدث بين الحين والآخر. وأن الأمة أو قادة الدول الإسلامية اليوم هم لا بد أن يدركوا أن مصير الأمة بأجمعها هو يكون المصلحة فيها مغلبة على المصالح الفردية لهذا البلد أو ذلك، والتعالي على مثل هذه الخلافات. وربما الكثير من هذه الخلافات هي مفتعلة وليست حقيقية، وبإمكان السياسة والحوار إنهاء كل هذه الأزمات والتعالي عليها. ما الذي تقدمها هذه الأزمة للمتربصين بدول المنطقة مثل إيران وغيرها؟ نحن ذكرنا أو سمعنا طبعا وأشرنا إلى هذا الأمر منذ مدة طويلة، أن الاحتلال الأمريكي حينما جاء بداية الاحتلال العراقي مكشرا عن أنياده معلنا بأنه يريد شرق أوسط جديد. والشرق الأوسط الجديد ليس بمعنى ما حاول المغفلون والسائرون في هذا الركب أن يزينونه بأنه ديمقراطية وغيرها، وإنما شرق أوسط جديد بالمفهوم الأمريكي أي تفتيت المنطقة وإشعال الفتن بها. وهذا ما حصل في العراق ثم سوريا واليمن وغيرها. ونعتقد أن التخادم بين المشروعين الأمريكي والإيراني هو يصب في هذه فالمستفيد الأول هنا نراه في المنطقة هو إيران، لأن إيران قد ملأت الفراغ، وقوة مشروعها ليس بأنه قوة ذاتية، وإنما قوة المشروع الأمريكي جاءت بسبب الفراغ وعدم وجود مشروع إسلامي عربي يواجهه. لذلك ندعو دائما إلى توحد الأمة والتعالي على جراح خلافاتها والوقوف صفا واحدا بهذا وجه هذا المشروع الإيراني. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.